العرب والمسلمين رقم كبير في معادلة الانتخابات الأمريكية الصعبة. ليه رقم كبير وليه رقم مهم وصعب في هذه المعادلة؟ لأن أعدادهم بالملايين، ومن أول لحظة يمكن إحنا شفنا تصريحات متبادلة ومضادة حوالين المسلمين وحوالين العنصرية وحوالين كل ما يتعلق بيهم وبحياتهم وبقدرة كل مرشح على إن هو يستميلهم أو حتى إن هو يستميل العنصرية، الناس اللي عندها مواقف عنصرية منهم. بالتأكيد الجاليات الإسلامية لها موقف ولها دور، بالتأكيد قيادات الجاليات الإسلامية والعربية كمان لها موقف ولها دور مما يحدث. واسمحوا لي أن